إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور إن الله تعالى فضل بعض الناس على بعض إن الله تعالى فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وجدنا أن نبينا موسى ذكر فيه اسمه أن موسى عليه السلام فضله الله بالكلام مع الله مباشرة وفي آية أخرى قال تعالى في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وجدنا أن الله تعالى فضل بعض الرسل على بعض فضل نوح عليه السلام فضل إبراهيم عليه السلام وفضل آل عمران على العالم وهكذا أيها الإخوة إن الفضل لا يستوي ووجدنا أيضا أن الله تعالى فضل وقتا على وقت فضل الثلث الأخير من الليل ليستجيب دعاء عباده وفضل الله الحرم أي الحرمين المكة وكذلك المدينة وكانت الصلاة فيها تؤجر بأضعاف وأضعاف من الصلاة في المساجد الأخرى والصلاة في هذا المسجد ربما تؤجر بواحد ولكن الصلاة في المسجد الحرام تؤجر بمئة ألف أجر وهكذا أيها الإخوة هناك فضل المكان وهناك فضل الزمان وهناك فضل بين الرسل والأنبياء وهكذا أيضا فضل الله تعالى شهر رمضان وهو الذي سيأتي إلينا بعد وقت قريب وهكذا جاء شهر رمضان وهو شهر الصيام وهو شهر القيام وهو شهر الفتوحات والانتصار وإخوة الحضور في هذا الشهر في شهر رمضان جعل الله لعباده عددا من الانتصارات وإذا رأينا في صفحات التاريخ
وجدنا أن الكثير من فتوحات المسلمين وقعت في شهر رمضان. انظروا إلى معركة بدر الذي حدث في العام الثاني للهجرة، حدثت في شهر رمضان. وانظروا إلى فتح مكة، وقع في العام الثامن للهجرة، حدث في شهر رمضان. وانظروا أيضا إلى معركة هامة بين المسلمين والمغول التي حصلت أيضا في شهر رمضان، وبالضبط في عام 658. وانظروا أيضا إلى فتح سيناء، أي في معركة 6 أكتوبر، حيث انتصر فيه جنود مصر المسلمين على جنود إسرائيل، وهكذا أيضا حصل في شهر رمضان. فشهر رمضان أيها الإخوة شهر الصيام وشهر القيام وشهر الانتصار. إخوة الحضور، إن حياة الصائم في رمضان حياة مليئة بالبركات. عندما استيقظ من نومه وقام للتسحر جعل الله له فضلا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهكذا فضل السهر أي التسحر للصيام للصائمين. والتسحر أيها الإخوة يعطي قوة للصائم حتى يستطيع أن يؤدي ما يواجهه من الأنشطة في حياته اليومية. وإذا قدرنا على التسحر فعلينا أن نعمل هذه السنة المهمة. وإخوة الحضور، في الصوم كما قال تعالى أن الله تعالى جعل للأعمال عددا من الثواب، وقال تعالى: إن الصوم لي وأنا أجزي. فالصوم أيها الإخوة جزاؤه مخفي، لا ندري ما جزاؤه إلا الله عز وجل. والحسنات بعشر أمثالها، ولكن الصوم سيكون أضعاف وأضعاف وأضعاف، ولا ندري إلى أي شيء جعله الله تلك الأضعاف. ومن الممكن أن نقول أن الصوم أجره عددا من القصور، وأجره الأطعمة في الجنة، وأجره غرفا في الجنة، وأجره أنهار في الجنة، وهكذا. كما قال تعالى في القرآن الكريم: ولا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الإخوة، وهكذا أيضا في الليل، عندما جاء الليل يقوم الصائم صلاة، وهو صلاة لا نجدها خارج رمضان، أي أنه صلاة التراويح. أيها الإخوة، وهناك حديث صحيح وشهير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا أيها الإخوة، إن الله تعالى قد أعد لنا نشاطا نقوم فيه في الليل حتى نحصل على المغفرة، حتى يغفره الله ذنوبنا بالصيام وبالقيام وبتلاوة القرآن أيها الإخوة. ومن أهم الأمور أن رمضان هو شهر القرآن، كما قال تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظروا أيها الإخوة، إذا رأينا أن شهر رمضان ليس من الأشهر الحرم، ولكن رمضان بوجود القرآن في جوفه، بفضل نزول القرآن في وقته، أصبح
أفضل الشهور، وكأن مجيء رمضان أصبح أن يسبب تغييرا في الكون، يتغير طريقة الكلام، تتغير طريقة الأكل، تتغير طريقة القيام، وتتغيرت الأخلاق، وتتغير أيضا أسلوب الحياة. وفي كل بلاد المسلمين تتغير المناظر، تتغير أيضا الأحوال. وهكذا أيها الإخوة، من فضائل رمضان جعله الله أفضل الأشهر بوجود القرآن. ولذلك وجدنا أن ابن حجر قال في كتابه أن لقاء مسلم مع رمضان كأنه لقاء الرسول مع جبريل عليه السلام، لقاء المسلم برمضان كأنه لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بجبريل. ماذا يعني؟ يقصد به أن الإنسان إنما يدخل رمضان فكأنه يلتقي فرصة غالية، يلتقي بآيات القرآن، يقضي أوقاتا لتلاوة القرآن، يقرأ القرآن في وقت نزوله. إذا كان تاركا للقرآن أي تركه موجودا على الرفوف طول السنة، ففي رمضان يأخذ هذا الكتاب ويفتح المصحف وبدأ يقرأ آيات القرآن. وإذا كان في غير رمضان يلعب ويمشي بدون أن يقرأ صفحة من القرآن، وفي رمضان خصص وقتا لتلاوة القرآن. وفي رمضان بدأ الناس يمارسون ما علمه الله ورسوله في القرآن، من غض البصر، من إكثار ذكر الله، من إكثار الصدقة، ومن إكثار الإحسان إلى الآخر، كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الإخوة، لذلك عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال بنفسه آمين آمين آمين، وعندما سأل الصحابة لماذا قلت آمين يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه في تلك الفترة وقال رغم أنفه. أيها الإخوة، عبارة فيها معنى الهلع، فيها معنى سيء، فكأن هذا الإنسان لا يحصل على الخير، فكأنه يخسر. ولماذا؟ لمن؟ من الذي رغم أنفه؟ وقال جبريل من دخل رمضان ولم يغفر له، من دخل رمضان ولم يغفر له. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا هذا الحديث؟ لأن الله تعالى فتح في رمضان أبواب الجنة وغلق أبواب النار وسفدت الشياطين، وقيل لأهل الخير أبشر وقيل لأهل الشر أقصر أقصر، يعني يا محب الخيرات، يا محب رمضان، أبشروا، جاءكم هذا الشهر الذي انتظرتموه فترة طويلة، جاءكم هذا الحبيب. وقيل لأهل المعاصي، يا أهل المعاصي أقصر، كف عن المعصية، لأن هذا شهر فتح فيه أبواب الجنة.
وفيه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خير من ألف شهر وهو ليلة القدر. بارك الله لي ولكم بالقرآن القديم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, beberapa saat lagi kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Dan itu adalah bulan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dibuka saat itu pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dan dikatakan pada bulan itu, wahai orang-orang yang menyukai kebaikan, ini adalah kabar gembira bagi kalian. Dan dikatakan bagi orang-orang yang menyukai maksiat, cukupkan maksiat kalian. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, inilah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim sedunia, yang bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan berubah seolah-olah wajah alam semesta, berubah seolah-olah gaya hidup manusia. Dan yang tadinya terikat dengan berbagai hal-hal yang sepertinya kurang baik menjadi lebih baik. Dan di saat inilah kita bisa berkonsentrasi, tidak lagi hanya fokus kepada dunia, tetapi juga memikirkan hari akhirat kita. Hadirin sekalian, dalam sebuah khutbah, Nabi Muhammad SAW berdiri di mimbar dan kemudian mengatakan, amin, amin, amin. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin? Maka beliau mengatakan, Jibril datang di hadapanku, dan Jibril berdoa, rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu. Atau bisa kita beri makna, merugi, merugi, atau celaka, celaka. Siapa yang masuk ke dalam Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya? Hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kehati-hatian, maka diampuni dosa-dosanya. Dan di hadis yang lain, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan, kehati-hatian, maka diampuni dosa-dosanya. Hadirin sekalian, Ibnu Hajar dalam kitabnya memberikan pesan bahwa pertemuan seorang muslim dengan Ramadan adalah seperti pertemuan Nabi Muhammad dengan Jibril. Di Ramadan kita mendapatkan hikmah. Di Ramadan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran, ayat-ayat Al-Quran, yang setelah itu kita bisa mendapatkan pencerahan, perbaikan dalam amal perbuatan kita. Dan tentu saja kita harus bersiap-siap akan datangnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatun khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat menyelesaikan bulan Ramadan dengan hasil yang sebaik mungkin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.